بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بأنشطة لتقويم التعلمات ودعمها. طبعا الوحدة الخامسة، المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس ابتدائي. إذا الدرسان المستهدفان هما الدولة الموحدية، توحيد الغرب الإسلامي، ثم الدولة المرينية، إبداع حضاري. نبدأ بالتمييز الأول. تعاقبت على حكم المغرب الأقصى ما بين القرنين الثاني والسادس هجري، يعني الثامن والثاني عشر ميلاديين، 3 دول مغربية إسلامية مستقلة. نعم، هي معروفة، أحدد هذه الدول في جدول أسفل مرتبة حسب تسلسلها التاريخي. نعم، ثم نملأ باقي الخانات، العاصمة ديال هاد الدول، أهم ملوكيات، ثم مجال امتدادها. إذا نبداو بالدولة الأولى طبعا اللي هي الدولة الإدريسية. نعم، هنا الدولة الإدريسية. نعم، هي الدولة الإدريسية. نعم، الدولة الإدريسية إذا عاصمتها طبعا كاينة هي فاس، معروفة فاس، كاين هو بالنسبة لإدريس الأول، ولكن فاس هي طبعا فاس أهم ملوكها. إذا أهم ملوكها كاين إدريس، نعم، الأول، ثم كان عندنا إدريس بعده إدريس الثاني. إدريس الثاني بالنسبة لهنا مجال امتدادي، هذا رجعنا للخريطة وحسب الدرس. طبعا في الشمال، فين وصلت؟ في الشمال طبعا، إلى حدود طبعا مع إمارات عربية مستقلة، مع إمارات عربية مستقلة. نعم، وطبعا في الشرق شرقا إلى تلمسان. تلمسان طبعا الجزائر، تلمسان، ثم جنوبا وصلت إلى طبعا حسب الخريطة إلى نول. إذا ها طبعا الحدود ديال الدولة، مجال امتداد الدولة الإدريسية. بعدها جاءت الدولة المرابطية. نعم، الدولة المرابطية. نعم، المرابطون، الدولة المرابطية. نعم، عاصمتها طبعا معروفة مراكش. نعم، أهم طبعا هنا أهم ملوكها المعروف طبعا يوسف بن تشافي. يوسف ابن تشافي طبعا. إذا مجال امتدادها طبعا في الشمال، الشمال، نعم، إلى الأندلس، وصلت الأندلس. نعم، وشرقا إلى الجزائر، وطبعا جنوبا وصلوا الأوداغيست وأوليل. نعم، حسب الخريطة أوداغيست وأوليل، عندنا هادشي في الخريطة. هذا بالنسبة للدولة المرابطة. نعم، ها هما باش تسقيدهم. بعدها دابا غنمشيو للدولة الموحدية. شي بالترتيب، الدولة الموحدية. نعم، هذه الدولة الموحدية هي عاصمتها طبعا مراكش. إذا طبعا أهم ملوكها طبعا عبد المؤمن بن علي القومي، ياك، ثم يعقوب المنصور. إذا هذوما طبعا أهم ملوكها. طبعا مجال امتدادها هي طبعا في الشمال إلى الأندلس، شمالا إلى الأندلس، وطبعا ثم كاين المغرب طبعا استكمال أو فتح المغرب الأقصى،
استكمال فتح المغرب الأقصى، استكمال نعم فتح المغرب الأقصى، المغرب الأقصى اللي هو المغرب، ثم المغرب الأوسط الجزائر، المغرب الأوسط، وكذلك إفريقية اللي هي طبعا تونس، إفريقية اللي هي تونس. التمرين الثاني، أملأ فراغات الفقرة التالية بعد نقلها في دفتري بالمعطيات التاريخية التالية: عبد المؤمن بن علي 1147 1158، كتبية يعقوب المنصور الموحدي 1197 1198، الرباط. إذا غنبداو، توجد طبعا صومعات في مدينة مراكش. شكون اللي في مراكش؟ اللي في مراكش هي الكتبية، توجد صومعات الكتبية طبعا بمراكش، وقد بناها السلطان طبعا. عندنا هنا عبد المؤمن، نعم من يقول عبد المؤمن، عبد المؤمن ابن علي، عبد المؤمن بن علي طبعا. عندنا وقد بنى سنتي، إذا 1147 1147، والسنة اللي معاها أخرى 1147 1158 ميلادية، 1158 ميلادية، نعم. أما صومعة حسان فتوجد في مدينة الرباط طبعا، وقد بناها السلطان يعقوب المنصور الموحدي، يعقوب المنصور طبعا الموحدي، يعقوب المنصور الموحدي طبعا، سنة 1197 1197 ميلادية، و 1198 ميلادية، 1198 ميلادية. نمر إلى طبعا الدرس الثاني، الدول المرينية، إبداع حضاري. وضعوا التمرين الأول، وضعوا نصب أعين المرينيون بعد إمبراطورية موحدة تحمل اسما مرينيا، فلم تكن لهم القوة التي توفرت لسابقيهم للموحدين. وفي بلاد المغرب اصطدم بنو مرين بدولتين بلغتا درجة كبيرة من القوة. نعم، قرأوا النص أكثر من مرة، أقرأ النص ثم أجيب. أعرف بالمرينيين، نعم المرينيين سبق وأن درسناهم. إذن المرينيون، المرينيون نعم، اللي هما بنو طبعا باش تبان هذه، بنو مرين، هما أصلهم رحل، أصل ديالهم عندنا هادشي في الكتاب، أصلهم رحل، ينتمون إلى، ينتمون طبعا إلى قبائل زناتة، قبائل زناتة طبعا الأمازيغية، الأمازيغية نعم. طبعا تولوا الحكم المغرب، تولوا حكم المغرب طبعا بعد الموحدين، بعد الموحدين طبعا ما بين 1244 إلى 1465. هادشي اللي عندنا تعريف الكتاب من وراها. ما المقصود بإمبراطورية موحدية؟ موحدية إذا إمبراطورية موحدية، إمبراطورية موحدية نعم، إمبراطورية موحدية يعني هي الدولة الموحدية طبعا، يتعلق بالدولة الموحدية طبعا التي امتدت إلى الأندلس طبعا شمالا، ثم إلى الأندلس شمالا، ثم وشرقا إلى إفريقيا، إلى إفريقيا هي، إلى إفريقيا مرورا بين، مرورا بالمغرب الأوسط اللي هو الجزائر، مرورا بالمغرب الأوسط طبعا هنا شرقا. إذا مادام هي إمبراطورية فأصبحت طبعا هي مجموعة من الدول يحكمها إمبراطور واحد، نعم. قالوا لنا استنتج الدولتين القويتين التي اصطدم بهما المرينيون والمشار إليهما في النص. إذا كاين الدولتين هما طبعا بنو الدولة اللي هي طبعا قلنا بني عباد، بني عباد طبعا في المغرب الأوسط، اللي هي موجودة في المغرب الأوسط الجزائر زعما، بين الجزائر. ثم الدولة، دولة الحفصيين، دولة
الحفصيين. طبعا عندهم الحفصيين اللي هي افريقيا اي تونس حاليا، اللي هي تونس حاليا. اذا قلنا استنتج هنا ابي الاهداف السياسيه التي كان يسعى الى المليون، يعني كانوا كيسعوا الى تاسيس امبراطوريه مارينيه مثل الموحدين، مثل سابقين، تاسيس امبراطوريه مارينيه. اخيرا التمرين الاخير، اشطح المصطلحات هي الغرب الاسلامي، المصامده، بنو عبد الواد، ثم معركه عقب. نبداو ب طبعا بنو عبد الواد كمعنى هي اماره طبعا زناتيه اسلاميه، اماره طبعا قلنا اماره زناتيه اسلاميه، زناتيه اسلاميه نعم، نشات بالمغرب الاوسط، بالمغرب الاوسط اللي هي الجزائر، واستمرت الى القرن، استمرت الى القرن 16، استمرت الى القرن 16، استمرت الى القرن 16. ثم عندنا معركة عقاب، هي المعركة التي انهزم فيها الموحدون، المعركة التي انهزم فيها طبعا الموحدون، نعم طبعا بالأندلس، معروفة سنة 1609 هجرية، طبعا 1212 ميلادية، 1212 ميلادية طبعا في عهد الخليفة محمد الناصر، في عهد الخليفة محمد الناصر. طبعا ثم عندنا هنا التطوير، عندنا هنا المصامدة. شكون هما المصامدة؟ هما قبائل أمازيغية من سكان الأطلس، قبائل نعم عندنا هادشي في الكتاب، قبائل أمازيغية، أمازيغية من سكان الأطلس، من سكان الأطلس الكبير نعم. طبعا الذي طبعا انبثقت منهم الموحدين، من هنا انبثقوا الموحدين، هنا الموحدين بين قوسين، يعني انبثقت منهم الموحدين. الغرب الإسلامي مقصود به هي المغرب طبعا الأوسط اللي هو الجزائر، ثم الإفريقية اللي هي طبعا تونس، وطبعا المغرب الأقصى، وكذا طرابلس نحن.